انا محمد الشاذلي محمد، شغال في شركه مصر ايران للغزل والنسيج، وفي تعمد مش عارف اقول لك ازاي مستميت ان انا حدش عايز يثبتوني، مفيش علاج، ورقه في التامينات بتاع الاصابه بتاعتي انا الاداره مخبيه عنديها ومش عاوزه تجيبه عنديهم هناك، مع ان انا حالتي ايه. هذه فرد الدراع بايظه والتاني اهي الاصابه دي انا بطفي نار عنديهم هناك في الشركه، وبشهود كل الناس اللي قاعده دي وشاهده بالكلام اللي انا بقوله. النهارده انا اتفاجئت لقيتهم بيقولوا لي انت مكافاه شامله، من بعد ما جت قالوا لي يا محمد هنديك العلاج بتاعك وكل المستحقات اللي ليك عندنا احنا هنديها لك، ولا جابوا لي رد في التثبيت بتاعي، ولا جابوا لي رد في العلاج بتاعي، ولا الورق بتاعي اللي هم عندهم هناك في التامينات محدش فيهم راح وداه عشان خاطر يثبتوا الاصابه بتاعتي، ما اعرفش ليه. قالوا لي يا محمد هنثبتك ما ترفعش قواضي، قلت لهم يا جماعه وانا موافق، وعلى الكلام ده بقى لي دلوقتي سنتين ونص. الاعتصام انا هنا بالظبط كده بقى لي الشهر الثالث اهو، علاج مفيش، فتونه. عارف يعني ايه فتونه؟ اكلم دكتور يقلب عليا المكتب، طردني بره، والكلام ده مظبوط في اسم عتاب محضر رسمي. وبسبب الكلام ده انا حاليا دلوقتي بقالي الشهر الرابع وانا واقف عن الشغل عشان بقول له ليه كده يا دكتور. طب اجيب حق ازاي؟ اروح اقطع شارع ولا اجي هنا؟ انا دلوقتي بقالي هنا اهوت يومين بالظبط ولا اكل ولا شرب، وجم قدامي هنا ورموا لي الاكل وانا رافض اصلا اي اكل غير لما تشوفوا حل اول للناس ديت والعلاج بتاعي والتثبيت، ادي المطالب بتاعتي والورق اللي في التامينات اللي الشركه مش عايزه تودي لي التامينات توديه عشان يثبتوا حقي اللي عنديهم اللي سامه ابو شادي واكله. بس حرام عليكم بقى، حرام عليكم ان الناس تحب، احنا مش جايين ناكل، الناس بتجيب حاجه كله، الناس بتجيب كل يوم 21 الف جنيه، بيروح فين الفلوس دي؟ بتروح لمين؟ كان يجيب علاج للناس اللي ماتت. انا واحد من الناس بتعالج من الخطه الدرجيه، كل شهر ليا علاج 120 جنيه، مش لاقي اجيبه يا عم، اجيبه منين؟ انا بفتح شركه السمنه دلوقتي في المساحه عشان 30 جنيه بدفع 4 جنيه مواصلات كل يوم، وتقول لي خايف على مصالحي، مصالحي اللي خايف عليه. انا اسمي سيد طاهر سيد بدوي، عامل في شركه مصر ايران للغزل والنسيج. الاخ محمد كان معايا في الشركه في المصنع، اتحرق حروق جسيمه في جسمه كلها اخر 2013. المهم المفروض قانونا اول ما اتعمل له اصابه العمل ديت اتثبت هو ولا اتثبت وعالجوه على حساب الشركه اي كلام، لدرجه ان هو اصلا مش قادر يشتغل بره. تاني حاجه راح التامينات ما لقاش حاجه تثبت ان هو اصلا تبع في التامينات. بعد كده لما رجع قالوا له احنا نعمل لك عقد جديد، وبعد كده ضحكوا عليه برضه والاداره ضحكت عليه وعملت له عقد وهمي. الشركه دلوقتي بعد مرور طبعا سنتين او سنتين ونص دلوقتي ما هي ولا عايزه تصرف عليه تجيب له علاج ولا تدي له مرتب ولا اي حاجه، وراح للتامينات قالوا له ده انت اصلا شغال بعقد مكافاه، يعني اصلا مش بعقد اصلا. ده بالنسبه ايه للاخ محمد. بالنسبه بقى للاخ للشركه كلها، الشركه طبعا هي شغاله دلوقتي بمزاجهم، بالاداره شغاله بمزاجها، ولا في علاج ولا في علاج لاي حد، ولا صرف فواتير، ولا تعاقد مع مستشفيات، ولا كمان اجر شهري. يعني حتى المنشور اللي نزل للمحافظ فيه ان هو ايه باجر شهري، الاجازه اللي نزلت باجر كامل، ومع ذلك مفيش اجر ولا اجر شهري ولا اي حاجه.